كل متابعينا في اليوم السابع، دايما فرسان القراءة من الصغار قبل الكبار، وآدم محمود رمضان نموذج طفل في عمره لكن كبير بعقله. ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. طبعا امبارح كنت نجم الثاني على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة، وفي نفس الوقت يعني كرمك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وسط حفل كبير وحفاوة كبيرة ومداعبات ما بينك وبينه. قول لي بقى رحلتك في القراءة. أول حاجة أنا كنت في الأول بدأت من مسابقة تحدي القراءة العربي ودخلت فيها، والحمد لله حققت المركز الثالث على مستوى المحافظة. بعدين في السنة التانية دخلت برضه مسابقة تحدي القراءة العربي وحققت المركز الأول على مستوى المحافظة. بعدين بعد كده تلاقيت مسابقة المشروع الوطني للقراءة فدخلتها، والحمد لله تأهلت من أول 20 على مستوى الجمهورية وبرضه حققت المركز الأول على مستوى المحافظة. وطبعا مسابقه المشروع الوطني للقراءه علمتني حاجات كتيره، منها دلوقتي ما عدتش بخش مثلا عدد صفحات الكتب، فالحمد لله بقيت بقرا كتب بتتعدى ال 200 صفحه وال 250، زي كتاب قصتي وكتاب 40 وكتاب كيف تكون الاول. ما شاء الله. كم واحد شاركوا في المسابقه؟ 3.5 مليون. 3.5 مليون. انت الثاني؟ انا الثاني على مستوى الجمهوريه. عملت ايه عشان توصل للمركز ده؟ طبعا ماما اللي كانت بتساعدني عشان اوصل للمركز زي ده. بدات اقرا كتب كبيره، بدات طبعا ادخل على اليوتيوب والحاجات اللي زي دي، وبدات اتفرج كمان على فيديوهات ابطال العالم في مسابقه تحدي القراءه العربي، لحد ما الحمد لله ربنا كرم حققت المركز الثاني على مستوى الجمهوريه. ايه اللي استفدتوا من القراءه؟ طبعا القراءة علمتني حاجات كتيرة وسعتلي مدارك عقلي، استفدت منها. غير كده ان القراءة علمتني تلك قول مشهور كده، هو القراءة مستشفى العقول. القراءة مستشفى العقول. اشمعنى قلت الكلام ده ليه؟ انا الكلمه دي اصلا استوحيتها من بطلة العالم مريم امجون، فلما طلعت وخلوها تتكلم في دقيقه واحده فقالوا لها اتكلمي عن القراءة وكده، فلما جت تتكلم عنها فقالت في الآخر القراءة مستشفى العقول. من يومها والكلمة دي علقت في ذهني وعجبتني جدا. عجبتك؟ القراءة مستشفى العقول. قولي بقى عشان توصل للتاني على مستوى الجمهورية، انت في سنة كام؟ أنا 5 ابتدائي. 5 ابتدائي؟ شاركت في المسابقة وأنا في 4 ابتدائي. يعني أنت أصلا فزت على مستوى الجمهورية وأنت في الصف الرابع الابتدائي؟ أه. تمام. قريت كم كتاب؟ قريت 200 كتاب. 200 كتاب؟ اه، ولخصت منهم 30. قريت 200 كتاب ولخصت 30 كمان؟ اه. لا ده انت هولي. لا هو كلهم انا قريتهم ولخصت اكتر من 30 كتاب، بس في 30 كتاب دول اللي شاركت بيهم في المسابقه. ايه الكتب وايه اللي استفدت منها؟ هات لي كده كتاب والاستفاده منه ايه؟ يعني مثلا كتاب قصتي ده استفدت منه الأخلاق الحميدة وثقافة القيادة. كتاب 40 اتعلمت منه ازاي اعمل دورة روحية لنفسي، ودي مهمة جدا. دورة ايه؟ دورة روحية. لا لا ده انا خلي بالك على مهلك شوية عليه. الدورة الروحية دي هي دورة بتكون من 24 ساعة ل 30 يوم، وبتبقى عبارة عن ان مفيش تكنولوجيا، مفيش اي حاجة، بتبقى حضرتك لوحدك في بيت معاك بس القرآن، الصلاة، القصص، الكتب، بس دي الدورة الروحية. فالكتاب كان بيتكلم عن ازاي ان احنا نقدر نعمل الدورة الروحية دي. تمام. وكان في برضو كتاب كيف تكون الاول، علمني طرق النجاح اللي بقدر اوصل بيها. طرق النجاح؟ اه. طب لو قلنا عايزين نوصف طرق النجاح للي زيك واللي اكبر، يعني اقول طرق النجاح؟ اتفضل. اول حاجه لازم اكون منظم وقتي، يعني اشوف ابقى عامل جدول لنفسي والجدول ده لازم امشي عليه، ولازم كمان احط هدف، يعني انا الاسبوع ده هعمل كذا، الاسبوع الجاي هعمل كذا. لازم دايما احط اهداف وخليها دي اهم حاجه في الجدول. كمان لازم يبقى عندي اصرار ونجاح، لان دايما لو شعرت بالاحباط في استحاله اوصل لاهدافي دي. لازم دايما الكتاب بيعلمنا ازاي نبقى عندنا اصرار ونجاح عشان نحقق اهدافنا. و
واهم حاجه ان ما شاء الله. عسل. طيب من خلال الكتب اللي اتعلمته، نفرض ان انا مريت بموقف محبط او بتجربه فاشله، اعمل ايه؟ موقف محبط او تجربه فاشله، اه اهم حاجه ما ينفعش اني اقع، لا بالعكس لازم اني اكون متفائل عشان اقدر اني احاول في التجربه دي تاني واقدر اني احققها. يعني وليكن لو حد مثلا خسر في المسابقه، لازم عنده تفاؤل انه يحقق بعد كده، يروح لو يحقق مركز على مستوى الجمهوريه. يعني بيستفيد من الفشل ان هو يبدا لازم اهم حاجه يبقى متفائل ويبدا يطور من نفسه عشان يقدر انه يوصل. ما شاء الله، استفدت ايه تاني؟ من ايه بالظبط؟ من الكتب. من الكتب؟ ما انت حيرتني، ده 200 كتاب، انا هعمل لك ايه؟ مثلا في كتاب العلوم، كتاب زي ده يتحدث عن كل حاجه في العلوم بطريقه مبسطه، يعني الذره وتحدث عنها انها اصغر حاجه، بدا مثلا يتحدث عن الاضواء وكل الحاجات دي. على فكره احنا بننساها في العلوم، بدا يتحدث عن الجهاز الهضمي وانا درسته في العلوم، الجهاز التنفسي، بتحدث عن كل حاجه في العلوم. ده انت تتعمقت بقى ما بين الجهاز الدوري والهضمي. ما شاء الله. ايه تاني، ايه مجالات المعرفة اللي قريت فيها تاني؟ انا قريت في كل المجالات، العشر مجالات قريت فيهم، بس اكتر مجالات حبيتها هي المجالات الادبيه والسيره الذاتيه. والسيره الذاتيه دي في مجالات التاريخ والجغرافيا، زي مثلا لويس براين، لوردال، الشيخ محمد نشأة المكتوم، نجيب محفوظ. استفدت منهم ايه؟ كلهم. اه يعني مثلا لويس برايل علمنا العزيمه لانه كان اعمى واخترع نظام برايل للاشخاص اللي ما عندهمش بصر، بحيث انهم يقدروا يقروا ويكتبوا، يقروا ويكتبوا كل حاجه، تمام. وبرده في لورد دال ان كان كاتب الكبار كلهم بيكرهوه، بس دلوقتي قدر انه يجيب كتب والكبار بداوا يحبوه والصغيرين بداوا يحبوه. وكمان نجيب محفوظ، فنجيب محفوظ قصة أعظم أديب عالمي في مصر، أو يعني أول أديب بيحقق جائزة نوبل، أول أديب عربي يحقق جائزة نوبل في العالم. فكان نجيب محفوظ كمان عنده قصص والحكومة رفضتها، ولكنه في نفس الوقت قدر إنه يتغلب على الصعوبات دي وقدر إنه ينشر قصصه، بقى دلوقتي مشهور جدا وعنده كثير من الأعمال، وأغلب أعماله كمان اتشرت في السينما. لا ده انا ده انا ده انا انت متاكد انك انت يعني ربنا يحميك ويحرسك يا رب. انا شاكك تكون في خمسه ابتدائي، او انت خدت المسابقه وانت في رابعه ابتدائي. انت مخك اكبر من سنك بكتير يا ادم، ما شاء الله عليك. بابا عامل ايه وماما عاملين ايه معاك في البيت؟ الحمد لله بيساعدوني وكل حاجه عشان اوصل اللي انا وصلت له، الحمد لله. ناس كتير ما بتحبش القراءه وتقول لك انا لسه هقرا ولسه هعمل، تقول لهم ايه؟ حب اقول لهم لا، اتشجعوا واقروا، ان القراءه دي هي مستشفى للعقول وهي غذاء العقل وهي بيت المعرفه وهي اللي بتمدنا بالوان من الثقافات وهي بتمدنا بالوان من الثقافات المختلفه. فان في القراءه لست العقل، في القراءه ذخيره العقل وكنز المعرفه، سلاح تبع رفعت مقامك وهزمت خروجك. ان القراءه هي مستشفى العقول وطوق نجاه كل الامم الغارقه في الجهل والفقر والمرضي، فاتشجعوا واقروا، فالقراءة هي سر قوتنا، سر قوة كل الأمم الغارقة في الجهل والفقر والمرض. نرجع للقراءة تاني، وانت بتمسك كتاب كده بتحس بإيه؟ اول حاجه انا ماسك الكتاب دايما بحب ابقى عاوز اعرف مكوناته، يعني بيبقى دايما في عندي روح تشويق اني عاوز اقرا، عاوز اشوف الكتاب ده بيتحدث عن ايه. وفي نفس الوقت برضو بحب اناقش الناس في الكتب اللي قراتها، عشان كده اشتركت في مسابقات قراءه زي مسابقه مشروع الوطني للقراءه ومسابقه تحدي القراءه العربي. بدات تتعلم القراءه من امتى؟ هو في البداية كانت ماما هي اللي بتقعد تقرا لي قصص وأنا صغير، بعدين أول قصة قريتها هي كانت قصة من 8 صفحات، دي اللي بدأت أقراها لنفسي، لحد ما الحمد لله بقت اتطورت، بقيت أقرا كتب كبيرة لحد ما وصلت إني بقرا كتب 250 صفحة. أنت تعرف يعني إيه طالب تلميذ في رابعة ابتدائي يقرأ كتب؟ بتكلمني على شخصيات عالمية، شخصيات عربية، بتكلمنا عن مجالات متعددة. انت تعرف يعني طفل في رابعة ابتدائي يفهم محتوى هذه الكتب؟
هو برضك مش شرط ان احنا نقرا الكتاب كله، احنا ممكن نقرا اهم الحاجات اللي كانت جذبتنا ليه او الحاجات الحلوه، مثلا زي كتاب قصتي هو 50 فصل، وممكن مثلا الشخص مش كله يقرا 10 فصول بس من الحاجات اللي جذبته في الكتاب ده. حتى كتاب 40 كان في الاول، فالكاتب قال حاجه قال ما تقراش الكتاب كله، فقط اقرا العناوين التي جذبتك اليه. انت جذبتني لدرجة ان انا مش عارف انا احاورك ازاي. ربنا يخليك يا ادم. قول لي بقى، في المسابقة بقى وزير التربية والتعليم قال لك ايه؟ وزير التربية والتعليم، وزير التربية والتعليم طبعا لما طلعت سلم عليا وقلت له، قال لي انت عاوز تطلع، حابب تطلع ايه؟ فقلت له اني حابب اطلع رئيس الجمهورية، وكان بيضحك جدا. كان بيضحك. وقعد يقول لازم تشد حيلك كده وشجعنا، وطبعا سلم لي الميدالية. الميدالية دي. تمام. بس ألز ما فيك يا آدم إنك أنت طموح صغير.11 سنة؟ 11 سنة. 11 سنة وعندك طموح وعندك عزيمة، عندك كمان قدرة على القراءة وتلخيص اللي أنت قريته. ما جاتش في لحظة من اللحظات كده قلت ما أنا أذاكر أحسن بدل ما القراءة دي؟ لا، ما انا برضه لازم اذاكر ولازم اقرا ولازم افرق بين كل حاجه. يعني هو احنا برضه مش معنى اني بقرا معنى اني اسيب المذاكره، لازم اذاكر برضه. ليك هوايات تانية يا آدم؟ زي بلعب سباحه. بتلعب سباحة كمان؟ بتوفق ما بين المذاكرة والقراية والسباحة ازاي؟ لا، ما انا حاطط جدول لنفسي ان انا هصحى الصبح، هبدا الاول افطر، بعدين اذاكر طبعا، بعدين اصلي، بعدين بعد كده بروح التمرين، بعدين برجع التمرين بقى في مثلا بعض الوقت اللي ببقى سايبها، بعدين ممكن بالليل اقرا كتاب او اقرا مثلا كتاب على مدار اليومين لو هو كتاب كبير، قصه، على حسب. الكتاب بياخد معاك قد ايه، كام يوم قراية؟ الكتاب الكبير يعني ممكن ياخد من يوم الى يومين، القصص بتختلف يعني، ممكن اقراها كلها في يوم عادي لانها بتبقى قصص صغيرة، اما الكتب فيها بتبقى كبيرة. تاخد معاك كام يوم؟ بس ما بيبقاش يوم بمعنى يوم، يعني مثلا في اليوم ممكن اقرا ساعة مثلا او نص ساعة. يعني ما فيش وقت محدد انك انت بتقرا فيه؟ لا، بحب دايما اقرا، لا اما الصبح يا اما بالليل قبل ما انام، ده موعد بحبه اكتر. الوقت يا الصبح يا بالليل. لان في النص بيبقى فيه تمرين، بيبقى فيه مذاكره، ممكن مثلا لو في كتاب كبير ممكن باقي فيه كام فصل ممكن اقراهم في نص اليوم، فاصل ما بين المذاكره والتمرين كده. طيب ال القراءة دي علمتك انك انت تكتب من عندك، تقدم نصايح للناس؟ هو طبعا بقدم نصايح للناس، ده غير ان المسابقه اصلا الترويج ليها خلى الناس كلها بقت عاوزه تقرا، يعني الترويج ليها كان كبير جدا، فناس كتير بقت عاوزة تشترك في المسابقة. تقول ايه طيب لكل اللي هم مش حابين القراءة؟ اول حاجة لازم يجربوا انهم يقروا، زي لان زي ما قلت حضرتك ان القراءة هي غذاء العقل وهي مهمة جدا وهي من اهم الاشياء. طبعا القراءة دي هتفيدهم في أي حاجة، يعني أي مجال أنت عاوزه تقدر تقرا فيه، مجال في الهندسة، في العلوم، في التكنولوجيا، أي مجال أنت تقدر تقرا فيه من خلال القراءة تقدر تستفيد معلومات كتيرة جدا، ممكن كمان تناقش أهلك فيه أو تدخل مسابقات زي المشروع الوطني لتحدي القراءة العربي. فمن أهم الأشياء لازم إنك تقرا ولازم إنك تجرب ولو كتاب كل 10 أيام، فأهم فيه أهم حاجة إن القراءة بجد هي سر قوة كل الأمة. انت تعرف العقاد قال ايه عن القراءة؟ قال في فرق ما بين نصف انسان وانسان. نصف الانسان اللي هو متقن للمجال بتاعه ويجهل بقية المجالات التانية، يعني متخصص في الادب لكن يجهل العلم، والانسان الكامل اللي هو متقن لمجال وعنده معلومات لبقية المجالات الاخرى. وده اللي انت بتقوله دلوقتي، ان انا بقرا يعني يكون لدي معرفه في كل المجالات، سواء مجالات علميه او رياضيه او متعدده، ثقافيه، دينيه. استفدت ايه من السيره؟
بالتجربة الذاتية؟ اه لا، اتعلمت من تجارب الآخرين، اتعلمت من تجارب يوسف براي، اتعلمت من تجارب وورد دايموند، من تجارب نجيب محفوظ، من تجارب محمد ابن رشد المكتوم، وناوي طبعا أقرأ شكسبير وهاري بوتر. هما طبعا بتعلم من تجاربهم كلهم. مثلا محمد ابن رشد المكتوم اتحدث عن 50 قصة في 50 عام، وتجاربه وربنا وايه اللي حصل وحواره مع الارهابي وازاي انه قدر يتفاوض معاه، كلام كتير. فانا بقدر اني اتعلم من تجاربهم دي. ايه كمان؟ لا ده انت، ده انت والليلة. ما شاء الله عليك يا ادم، الله اكبر عليك. ناوي ايه كمان في المسابقات اللي جاية؟ ناوي تشارك برضو؟ ناوي اشارك ان شاء الله، وناوي كمان ان شاء الله هحاول اني احقق مركز كمان في مسابقة تحدي القراءة العربي. القراءة العربي ده مجال تاني. لا، تحدي القراءة العربي اه تحدي القراءة العربي هو دي مسابقة تانية. هي نفس المسابقة، بس الفرق بدل ما اقرا 30 كتاب بقرا 50 كتاب يعني، بس هي نفس المسابقة. حددت من دلوقتي الكتب اللي هتقراها ولا لسه؟ لا، انا بقرا بقعد اقرا من مجالات كتيره، وبعد كده ابدا اشوف ايه الكتب اللي جذبتني، ببدا اني اكتبها في الجوازات، ببدا اني اختارها عشان اشارك بيها في المسابقه. ما شاء الله عليك. اللي انت بتلخصه بتلخص ازاي يا آدم؟ بتلخص الكتاب ازاي؟ انا اول حاجه ببدا اقرا الكتاب كله، وبعدين ببدا اشوف ملخص الكتاب. يعني ممكن الكتاب يقعد يقول لي فكان جميل ويفعل ورائع، ممكن اني ابدا اختصر الكلام ده، فهو فعل كذا وكان في نفس الوقت كذا ويحب كذا، فابدا اني اقول يعني اللي استفدته، بس ايه، لا اطول شويه في الحديث. يعني مش عارفه اشرح ازاي، يعني مش بحكي الكتاب بكل تفاصيله، لا بحكي الملخص بس الملخص بتاعه بتاعه. اللي انا استفدته من الكتاب كله، بس على ملخص كبير شوية. يعني ممكن اللي استفدت ده يبقى جملة مثلا، لا أنا أبدأ أتكلم شوية عن الكتاب. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا ربنا يديلك الصحة يا آدم. قول لي بقى، زمايلك بيقولوا لك ايه؟ لا، زمان طبعا بعد ما شافوا الإعلانات عن المسابقة وكده، فكلهم قعدوا يقولوا لي لا احنا هنشترك في المسابقة، المسابقة عجبتهم، بدأوا يقروا. يعني أقرب صحابي ليا بدأوا يقروا كمان عشان عايزين يشتركوا في المسابقة. يعني كأن الإعلان على زي المسابقات دي الوطنية، زي المشروع الوطني للقراءة ده، بيحفز الطلاب الأطفال إن هم لا أنا عايز أبقى زي آدم، لا أنا عايز أنا أقرأ وأستفيد. لا، كمان جوائز المسابقة اللي المسابقة بتقدمها بتشجع كمان الطلاب انهم يشاركوا عشان يقروا. يعني هو تشجيع مادي وتشجيع معنوي الاتنين. إيه شهادة بيقدم؟ دي شهادة المشروع الوطني. هو لحد دلوقتي ادونا اكتر من شهادة، يعني شهادة في تصفية الجمهورية، في تصفية المحافظة، والشهادة دي دي اللي خدتها امبارح، دي بقى اخر شهادة خالص، اخد شهادة دي دي اللي فيها مركزي. اللي هو المركز الثاني بالمركز بتاع مستوى الجمهورية في منافسة الطالب المثقف. هما فئات، هما في المعلم، وفي طلاب قارئ، الناس اللي هما الجامعات والمؤسسات التنويرية، ودي الطالب المثقف. ده انت حافظ كل حاجة. ماشي. كل متابعينا في اليوم السابع ده نموذج متميز من طلاب مصر، من هنا من كفر الشيخ، آدم محمود رمضان الثاني على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة، الثاني بمشاركة كام آدم؟ 3.5 مليون طالب. 3.5 مليون طالب. آدم أحد الصفوة أو الثاني صفوة على مستوى الجمهورية. شكرا يا آدم. كل متابعينا في اليوم السابع كان معكم محمد سليمان، مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ.